عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كنت My ذاهبا second إلى power النوم old. ها؟ كنت ذاهب إلى النوم ذاهب. ثم استمعت إلى صوت شجي تدور أصداؤه في هذا المنتجع الجميل. ثم تقدمت حتى أيقنت أن هذا الصوت الرائع هو صوت العصافير الجميلة في هذا المجتمع. الله يسلم العصافير. يا عصافير، العصافير صوتها في هذا الصباح طرب من نوع آخر. ايش فيك زعلت؟ تحسبني أقصد؟ تكالله تحسبني عنيك؟ تكالله. ليه؟ كنت برحب فيك بس اني شو اسمه تغاب من العصافير. تذكرت انك قوتي القديمه فخلاص. الله يستر، اليوم بيعلنون الجديد. يوه يا رب اني اسالك في هذا الوقت الفضيل. لا اسمع خسر في موضوع ثاني. اسمع يا لا موضوع يا ثاني، موضوع ثاني. يا الله يا رب يرحمك. من قوتك الثانيه اصير انا. موضوع ثاني. ليش ان شاء الله اني اصير انا. ليه ان شاء الله اني انا اصير قوتك الثانيه. فضيلك تسوي لي مصايب ثانيه تخصم علي. لا اني تبي الصدق، والله اشتقت اني احس ان واحد ينخصم عليه عشاني. ليش انت نذل؟ لا والله اشتقت اني اسحب واحد اقول له يلا قوم الصلاه. من يسحب والله. منه انا تسحب من انك يعني ما تقوم مثل الموقف يوم في الخيمه هنا، تذكر يوم اني اسحبك واديك المسجد ويوم تطق علي شو اسمه الكريك، تذكر مشاقوش؟ ايه قدمه فعلا كنت متعبك صح؟ اي والله كنت متعبني. الله يهديك. يوم اصحيك ويلا تقوم كذا انا. لا يوم تصحيني قصدي. يلا قوم. تنسى انت. الله يهديك. خب الله يسقي ذيك الايام. بس الحين جو الصبح حلو، ودي انام، ودي اصحى، ودي انام لاني تعبان. ايش اختار الجو الصحيح؟ شو اسوي؟ ارقد وقم. ارقد وخلي لي. والله ودي اقوم الصبح عند هذولا. شوف عبد الله. عبد الله ترى الشهراني. يا حبيبي يا عبد الله ما يصب له. الله يعينه. والله انه اخوه، قسم بالله اني ما توقعت ابد انه اخوه يطلع. والله موقف صعب مره اليوم. احس بعد البرايم هذا غير خلاص كدا. اي برايم ثاني بيجيك يعني هذا قاسي. البرايم احس البرايمات الجايه عادي. لا والله كل واحد له والله قدره عند الشباب. لا انا فاهم، بس اقصد يعني انه اخوه اي تقريبا واحراج انك ودك تعطيه الماسيه عشان يرجع بنفس الوقت عبد الاله. غير كذا ان شو اسمه ان عبد الله ومحمد يقولون ما قد دخلنا في مجال اعلامي الا وانا مع بعض، عرفت؟ فيقول عبد الله امس، عبد الله ومحمد يقول ما ادري ايش بسوي بعد اخوي. يا يعني رجال الحمد لله. وش اللي صاير؟ امس محمد يقول بصير يعني على قولته اول مره اجرب ادخل في مجال اعلامي بدون اخوي، اللي هو الشهر ذا. يعني بقعد شهر كامل في الاعلام. شهرين بدون اخوي. شهرين بدون اخوي. والله العظيم انه فقيده محمد. يا رجال عبد الله يكمل مسيره محمد، ومحمد ان شاء الله يدعم عبد الله برا. بيجي رجال رزقه ان شاء الله. هذا المكتوب. الرعب الصحيح اللي اول مره اجربه حق شو اسمه معاذ. معاذ غير. يعني شعور اول برايم غير مع معاذ. شعور البرايم ترى موجع شوي، بس اللي اقصده اللي اليوم جربته الشعور اللي خوف اول مره ادخل العزل ومصير واحد ثاني حاط الامل كله عليك. غير كذا ترى علي ترى كان مأمل فيك، ترى حتى بعض الأجوبة أنا متيقن 100% إنه يعرف الأجوبة. مع ذلك هو ساعدني بالجواب هذا اللي 50%. إيه ساعدني فيه. ترى 50%. ترى 50% هو عارف الإجابة. عارف الإجابة كلها. أنا زيه. بس حول عليك. أنا زيه كنت شاك بالخمسين يوم قال لي وليد 50 50 50 يلا. تدري إنه بدأ أول شيء العزل، أول ما بدأت الأسئلة إني كنت واقف برا عند باب العزل ما دريت إنهم بدأوا. بالله. والله ما دريت. أول سؤال كان عندك ترى. إي أول سؤال كان عندي ما دريت إلا متشون اللي علي اسمه يقول قولي ثانية. جاوبت. وجاوبت اول جاوبتين كلهم صح؟ بس سؤال واحد الدوره هذه ما حضرته، كنت رايح انسق البصمتك اللي اخطيت فيه. وخذيت الاوراق من العيال ومكتوب فيها اللي هو الجزري ذا مدري ابن اسمه. الجزري وابن الرازي. لا هذه الجوله الثانيه. اخر شيء هذا اخر جوله. ايه؟ اللي الظاهر البكرات، سؤال البكرات. الزبده الظاهر اللي اخطيت فيه بس صح؟ اقول لك ليش اخطيت فيه؟ كنت مذاكره قبل لا هذا قريته. ايوه هو قرا معي علي. بس وانا ذاكر والله ما ادري من واحد من العيال كاتب قال لي قلت انا وش هذا ابن الجزري اول مره يمر علي اسم كذا.
قال لا هذا اسمه ابن الجوزي. عشان كذا انا اول ما شفته قلت ابن الجوزي شوي الا طلع غلط كذا اللي علمك. اي طلع غلط قال لي قال سامي جوني لا اسمه ابن الجزري. يا ربنا الحمد لله ان الرعب يا على خير ان شاء الله. والله ان الرعب اللي بغرفه العزل انه نفس انك انك واقف هناك لانه ترى اللي في البرايم امل فيك كل شيء. ايه انا تدري والله العظيم اني انا كنت متوقع اليوم 99% اني 100% متوقع اني برايم عقب المصيبه اللي سويتها. انا قاعد والله العظيم اني ما ادري يعني. انا ترى اول ما مسكوني على الجوال اتصل علي ابوي اتصل على اعداد شقول وكلمته كان زعلان علي بالله. يا انا اصلا كان مأنبني ضميري اصلا عرفت يوم كلمني ابوي قال يا سعد إننا داعمينك وانت داخل يعني البرنامج هذا حلمك يا سعد صح. تخيل تحس انه يعطيني كلمات كذا بوف 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 يقول هذا حلمك وهذا املك انك تدخل شيء يطلعك وهذا ما ادري وشو في الاخير تسوي مخالفه تسوي يا بغيت اقول يبا تكفى خلاص قسم بالله العظيم من ضميري قاعد يقول بكذا يعني ما ادري افكر في اللي سويته. شلون يقول بك ضميرك كذا؟ ايه اوكي عرفت ما ادري افكر في اللي سويته ولا في المصيبه ولا في رده فعل الجمهور ولا بقوة القضاء ولا في امي وابوي قسم بالله ضاق صدري مره. انت تدري ايش اللي انا فرحت يعني شوف الحمد لله قدر الله ما اخذت الماسيه ولا اخذت الجوهر هذا اليوم بس انك اليوم داز بس اني فرحت اني طلعت من النمونيه نجيت منه ما فرحت لنفسي فرحت اني انا عشان قلتهم بلملم اللي راح عشان يجنبك صح؟ ها؟ عشان يجنبك أول شيء عشانك جنبي. هو المعيدي لخبطنا تدري شلون؟ قال في البداية نتائجكم مختلفة أيوة قلت وليد سعد ذا ولا صح حسيت كذا؟ والله العظيم اللي حسيته كذا لا قبله أنا قاعد أهيئك نفسيا أقول سعد خليك متقبل إيه عادي سويت خطأ كبير ترى يمكن تصير عادي ما في مشكلة ما أدري شو وأنت أوكي أوكي يوم قال كذا أنا قسم بالله يوم قال كذا أن عبرتي هنا احتريه يقولها عشان اقول بوم واغرد في السماء الباك قبيلكم هذا فصل سياميين من كثر ما خميت المعيدي انت. انا يوم قال المعيدي كلكم ترجعوا للقريه انا قسم بالله تعرف الصعق الكهربائي انا ما ادري انا والله انا بغيت اقول لا لو سمحت مخطئ انت قايل النتائج مختلفه سعد نومنيه اي انا قلت كذا اي انا اذكر اني نطيت ثم ضميت المعيدي ما ادري اقسم احس اني من قوه الضمه احس اني دخلت جوا بطنه اشوف كان مره بعدين قلت تعال كذا بقلبي قلت يا الخسيس انا اللي ادعمك كل هالايام هذه نفسيا تجحد انت تخم المعيدي استغفر الله العظيم لانه وقتها تذكرت يومك تسحبني هنا تذكرت المصايب اللي كنت تسويها لي فابعدت عنك وتذكرت يومنا هناك يومنا يقول يا رب اني اصير قوتك ثانيه تقول لا تصدمني دائما لكن بإذن الله بيعوضني الله وبتصير قوتي الثانية أوريك شف أحمد ربك أنا الأسبوع هذا بنضبط إذا صرت قوتي الثانية بترتاح. تصدق زين أنك جبت المصيبة بالأسبوع هذا ما قلت الأسبوع اللي معك ليش؟ لو أنك الأسبوع اللي معك اللي أنا معك وجايب الجوال والله أنت خرب قسم بالله أنت تجلدني يو أنا تفوت أنت عليك الصلاة أنا جوال يا ربي